كثفت الدولة جهودها لعدم السماح بعودة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية، حيث تابع وزير التنمية المحلية هشام أمنة مع محافظ دمياط منال عوض حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية والبناء المخالف، فضلا عن متابعة موقف تطبيق مبادرة تخفيض أسعار السلع الغذائية. يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية وتكليفات رئيس مجلس الوزراء. شهدت محافظة الغربية إنشاء مجمع الصناعات النسيجية بجوار شركة مصر للغزل والنسيج، ويستهدف المجمع تلبية الاحتياجات من مستلزمات الإنتاج والسلع الصناعية الوسيطة، فضلا عن نقل المصانع الصغيرة من داخل الكتلة السكانية. تولي الدولة اهتماماً كبيراً لتطوير صناعة الغزل والنسيج، لا سيما في المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، والتي شهدت إنشاء مجمع الصناعات النسيجية بجوار شركة مصر للغزل والنسيج. ويستهدف المجمع تلبية الاحتياجات من مستلزمات الإنتاج والسلع الصناعية الوسيطة، فضلاً عن نقل المصانع الصغيرة من داخل الكتلة السكانية، كما يضم عدداً من الوحدات الصناعية المتنوعة. بنصنع الملابس الداخلية بأنواع كتير وأصناف كتير، بتبدأ من القطن 100% وننتهي بكل الدرجات الليكرا، وبنصنع بقى المنتجات كتير زي النص كم والحمالة والشورت والأطقم الداخلية كاملة والأطقم الدفاية في الشتاء. الحمد لله بنستورد المستلزمات الخام بتاعتنا من بره مصر وبنعيد تشغيلها هنا في مصانعنا، وبعد كده نبدأ نفصل الملابس الداخلية بتاعتنا ونبدأ تاني نصدرها. وعبر العمال داخل الوحدة الصناعية عن سعادتهم بالعمل داخل مجمع الصناعات النسيجية بالمحلة بعد نقل المصنع من داخل الكتلة السكانية، والتي كانت تسبب لهم الكثير من المشاكل، منها الصعوبة في الوصول إلى العمل في الأوقات المحددة، إلى جانب أن بيئة العمل كانت غير مناسبة. المواصلات متوفرة بجميع أنحاء البلاد اللي معنا في الشغل، كل بلد موفر لها العربيات بتاعتها. بقفل بداية الشورت على المكنة الأوفر، بعد كده بيخش مراحل تانية، يعني الرش الحجر جنب كده بيخش كذا مرحلة. احنا بنبدأ من هنا مرحلتنا من أول الغزل، بنعمله قماش هنا وبنسبغه وبنيجي نشتغل إن شاء الله في القص، وبعدين بيخش مرحلة التشغيل، وبيبدأ مثلا مرحلة بتبدأ مثلا شغال ملابس داخلية. بنشتغل في المنتج اللي هو الداخلي للقطن، سواء كان فانيلا أو مصروم أو حمالة أو شورت، تمام. طبعا احنا لنا الغزول بتاعتنا اللي هي القطن المستورد النظيف، تمام، جودة عالية جدا بالنسبة للغزل. بيخش الأول على مراحل النسيج الدائري تبعنا اللي هو تبع الشركة، ده طبعا بيطلع لنا القطن بتاعنا او الخام بتاعنا، تمام. بنبدا برضو نحطه في ندخله المسابغ اللي هي المفروض برضو لينا احنا فيها الوان مميزه والوان معينه اللي احنا بنبدا نشتغل عليها. وإلى جانب المستهدفات الصناعية، يسهم مجمع الصناعات النسيجية بالمحلة في توفير بيئة عمل مناسبة وآمنة ونظيفة، تساعد على تطوير الإنتاج والعمل على حل مختلف المشاكل بصورة جذرية. شهدت محافظة بني سويف في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي إنشاء مجمع الصناعات المتوسطة والصغيرة بمنطقة بياض العرب شرق النيل، ويعد مصنع الربيع لصناعة وتجارة مواد التعبئة والتغليف من ضمن تلك المصانع التي تم افتتاحها داخل المجمع، حيث يعمل على توفير فرص عمل لأبناء المحافظة. تحظى محافظة بني سويف بعدد من المشروعات القومية التنموية والخدمية نفذت خلال فترة تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي، مما يؤكد على توجه الدولة نحو تنمية الصعيد بشكل جاد، كما أن هذه المشروعات توفر الآلاف من فرص العمل لأبناء المحافظة وتمنع هجرتهم من المحافظة للعمل خارجها. ومن بين هذه المشروعات مجمع الصناعات الصغيرة والمتوسطة بمنطقة بياض العرب شرق النيل بتكلفة إجمالية 856,062,000 جنيه. ليعد هذا المجمع من أهم الصروح الصناعية لدعم المشروعات الصغيرة، ويأتي من أهم تلك المصانع التي تم افتتاحها داخل المجمع بعد دعم الدولة، مصنع الربيع لصناعة وتجارة مواد التعبئة والتغليف،
حيث يعمل المصنع على إنتاج ما بين 2 إلى 3 أطنان يومياً ومن 50 إلى 60 طناً شهرياً. احنا هنا استلمنا المصنع بعد افتتاح سيادة الرئيس للمجمع الصناعي، والصراحة المجمع الصناعي هنا فتح فرص عمل للشباب كتيرة، وهنا المنطقة متوفر فيها وسائل المواصلات والبنية التحتية انها تساعد الشباب او الصغار المستثمرين ان يبقى فيه فرصة للاستثمار في الوحدات اللي هنا، يعني التجهيزات والطرق والنظافة، فده مساعدنا ان احنا نبقى فيه تطور في الصناعة بتاعتنا. يعني توفر لي فرصة عمل هنا في مصنع الربيع، ومن خلالها قدرت أوفر لأولادي دخل كويس، ومتوفر هنا كل حاجة الحمد لله، وسيلة مواصلات من بيتي لحد المصنع ومن المصنع للبيت. مصنع الربيع ده قدر يوفر لنا الحمد لله فرصة عمل ومصدر رزق لي ولأولادي وفي المجمع الصناعي، وموفر لنا المواصلات والأكل والشرب ذهاب وعودة، والحمد لله الحمد لله على نعمة الرئيس عبد الفتاح السيسي إن قدر يوفر لنا المجمع وقدر يوفر لنا فرص عمل لينا ولأولادنا إن شاء الله في المستقبل. المصنع هنا قدر يوفر لنا فرصة عمل حلوة جدا، وإن أنا أقدر بها أكون نفسي وأشتغل، وموفر لنا وسيلة مواصلات حلوة جدا. وبشكر في النهاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي على المشاريع الجميلة اللي بيعملها لنا، وقدر يوفر لنا فرص عمل كتيرة للشباب. مشروعات عدة شهدتها محافظة بني سويف في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، ومن بينها محطة كهرباء غياضة جنوب شرق بني سويف، وصوامع القمح بسدس بمركز بيبا جنوب المحافظة، ومشروع طريق بني سويف الزعفرانة، ويعد بوابة المحافظة على البحر الأحمر، ومحور عدلي منصور، ويعد أكبر محور تنموي بالمحافظة، إضافة إلى تطوير كورنيش النيل بمدينة بني سويف العاصمة بطول 5 كيلومترات ضمن مبادرة الرئيس السيسي لإنشاء ممشى أهل مصر وتطوير واجهات النيل من القاهرة إلى أسوان ليكون متنفسا حضاريا للمواطنين. في أسواق البترول العالمية ظل سعر خام برنت القياسي العالمي دون 80 دولارا للبرميل بعد يوم من هبوطه 5% إلى أدنى مستوى في 4 أشهر بسبب تزايد المخاوف من تصاعد الإمدادات من خارج منظمة البلدان المصدرة للبترول أوبك وتباطؤ الطلب، وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 1.7% لتسجل 78.76 دولارا للبرميل، كما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة 1.7% لتصل إلى 74.01 دولارا للبرميل، وارتفعت كذلك أسعار المازوت عالميا بنسبة 1.79% لتصل إلى 2.72 دولارا للتر، بينما انخفضت أسعار الغاز الطبيعي بنسبة 3.69% لتسجل 2.95 دولارا لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. أغلق مؤشر دبي على ارتفاع إذ عززت بيانات مبيعات تجزئة متواضعة التوقعات بإنهاء عمليات رفع أسعار الفائدة الأمريكية، لكن مؤشر أبو ظبي تراجع وصعد مؤشر دبي 0.3% مدعوما بمكاسب في أسهم شركات المرافق مع ارتفاع سهم هيئة كهرباء ومياه دبي بنسبة 2% ومؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي بنسبة 1.7%. صعد المؤشران ستاندرد اند بورز 500 وداو جونز، بينما واصلت عائدات سندات الخزانة انخفاضها عن الجلسة السابقة بعد أن دعمت بيانات اقتصادية ضعيفة في الآونة الأخيرة رهانات التحول إلى خفض الفائدة الأمريكية وارتفاع المؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 0.6%، كما ارتفع المؤشر ستاندرد اند بورز 500 بنسبة 0.3%، في المقابل تراجع المؤشر ناسداك المجمع بنسبة 0.9%.
وقع الرئيس الأمريكي جو بايدن على مشروع قانون إنفاق مؤقت قبل يوم واحد من إغلاق محتمل للحكومة، ووافق مجلسا النواب والشيوخ الأمريكيين بأغلبية واسعة من الحزبين هذا الأسبوع على مشروع القانون، مما يضمن بقاء الحكومة مفتوحة إلى ما بعد موسم العطلات. ومن المحتمل أن يمنح ذلك المشرعين مزيدا من الوقت لتسوية خلافاتهم الكبيرة حول مستويات الإنفاق الحكومي للسنة المالية الحالية. كشفت بيانات أن ارتفاع أسعار الخدمات والغذاء كان العامل الرئيسي في زيادة أسعار المستهلكين في منطقة اليورو في أكتوبر، في حين أكد مكتب الإحصاءات الأوروبي تباطؤ التضخم بشدة على أساس سنوي. من جهته أعلن مكتب إحصاءات الاتحاد الأوروبي يوروستيت أن التضخم في 20 دولة تستخدم العملة الموحدة اليورو انخفض إلى 2.9% على أساس سنوي في أكتوبر بعد زيادة الأسعار 1.1% على أساس شهري.